السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنتابعكم أو هنشرح لكم حلقة جديدة من حلقات مادة التاريخ للصف الثالث الإعدادي، وهنتكلم على تكملة إزاي التدخل الأجنبي والحركات الوطنية، وإزاي بريطانيا قدرت إنها توصل لحكم مصر، وهنتكلم على الثورات اللي قامت والحركات التحررية. الحركة الوطنية والثورة العربية، هنتكلم على الثورة العربية، تمام. الخديوي وتوفيق، هنتكلم على الثورة العربية أسبابها إيه وبدايتها إيه، الخديوي وتوفيق وإزاي الدخل الأجنبي. إحنا عارفين تولى الخديوي وتوفيق الحكم الخلفة اللي والده إسماعيل، وعارفين لما إسماعيل طلب بريطانيا من السلطان العثماني عزل إسماعيل وتعيين ابنه توفيق، لأن إسماعيل بدأ يعمل شوية حركات إصلاحية، والحركات الإصلاحية دي بقى بتزعج مين؟ بريطانيا، تمام. أدرك توفيق منذ البداية، الراجل ده بقى كان مسلم نفسه للانجليز، ادرك منذ البدايه قوه وتسلط النفوذ الاجنبي في مصر، تمام. هو كان معروف بميول الاجانب. طيب اتخذ توفيق سياسه ادت الى زياده الدخل الاجنبي في شؤون البلاد، يعني سعيد عملها واسماعيل زودها، وكمان الخديوي توفيق قال لك اشمعنى انا؟ تعال نشوف كده سياسه الخديوي توفيق عمل ايه؟ عدم نظام المراقبه الثنائيه اللي هي الوزيرين اللي كانوا متعينين، رفض اللائحه الاساسيه للدستور المجلس النواب التي اعدها شريف باشا، اللي هو القانون او الدستور اللي هيمشي عليه البلاد، رفض اللائحه الاساسيه ديت او اللائحه اللي اعدها شريف باشا، مما ادى الى استقاله شريف باشا، لان اللائحه او القانون او الدستور لو عمله الخديوي توفيق رفضه، مين اللي برضه اشار عليه كده؟ بريطانيا. فقدم شريف باشا استقالته، وراح الخديوي توفيق معين وزير اخر اللي هي وزاره رياض باشا، المعروف رياض باشا بميوله للاجانب، او بمعنى اصح هينفذ اللي يتقال له عليه، تمام؟ طيب اتفضل. هنتكلم بقى على الثوره العربيه، وازاي بقى هتحصل غليان في الجيش والشعب، ونشوف ايه اللي هيحصل. اسباب الثوره العربيه، احمد عرابي قدامك اهو. ازدياد اسباب الثوره العربيه بما تفسر قيام الثوره العربيه، ازدياد الدخل الاجنبي في شؤون مصر منذ عهد سعيد ثم الخديوي اسماعيل والخديوي توفيق، انه اول ناس ابتدوا ان هم يقترضوا من ايه؟ من الاجنبي، من الاجانب، تمام؟ ازدياد الازمه الماليه في عهد توفيق وفقدان مصر نصيبها من اسهم قناه السويس، مش معنى هو بقى كمان مش هيقترض، اقترض لدرجه ان هو ما قدروش يسددوا وباعوا الاسهم اللي هي بقى الحاجات دي اللي كانت بتطمح ليها بريطانيا، باعوا الاسهم اللي كانت لمصر في قناه السويس، لان احنا عارفين مصر كان ليها نسبه من حصه قناه السويس. طيب المؤثرات الفكريه الغربيه التي ادت الى نمو الوعي القومي وتطورت المطالبه بالدستور الأجنبي. يعني عايز اقول لك حضرتك في الفتره دي بدا الوعي القومي المصري يزداد، وبداوا ان هم يتعرفوا على القوانين الاوروبيه، وبداوا ان هم يطلبوا حقوقهم، تمام. يبقى المؤثرات الفكريه الغربيه التي ادت الى نمو الوعي القومي المصري وتطورت الى المطالبه بالدستور والحكم، بدات الناس نفسها بقى، مش المثقفين بس، الناس نفسها عايزه دستور وعايزه قانون تمشي عليه، تمام؟ طيب مستر محمد سوء احوال مصر الاقتصاديه في وزاره رياض باشا، تمام؟ اضطهاد عثمان رفقي باشا للضباط المصريين وعدم ترقيتهم، واقتصرت الترقيه على مين؟ على الضباط مين؟ الاطراف وجرت ايه؟ وجرت مصر. تعال نشوف بقى المراحل التي مرت بها الثوره العربيه. اول حاجه حادثه قصر النيل في منتصف يناير 1881. حادثه قصر النيل، الاسباب تقديم احمد عرابي وزملائه شكوى الى مجلس الوزراء طلبوا فيها باقاله عثمان رفقي ناظر الجهاديه اللي هو وزير الحربيه يعني. الاحداث امر الخديوي توفيق بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمه امام مجلس عسكري، وتم اعتقالهم في سجن قصر النيل. ازاي يعني لكم طلبات وكمان جايين تقدموها؟ لا ده بدون مناقشه عمل فيهم ايه؟ سجن ايه؟ سجنهم. النتائج مظاهرة عسكرية هي خروج قوات الجيش من مطالبة بالحقوق الوطنية ومطالبة الحكام بتنفيذ الطلبات بدلا، وطبعا تعيين او عزل عثمان رفقي وزير الحرب الحربية. مظاهرة عابدين في سبتمبر 1881، مطالب الشعب التي قدمها احمد عرابي لخديوي وتوفيق في 9 سبتمبر 1881. نتائج مظاهرة عابدين،
وزارة شريف باشا. المذكرة المشتركة الأولى يناير 1882، والمذكرة المشتركة الثانية مايو 1882. طيب كفاح بقى اللي احنا موضوعنا النهارده، احنا الثورة العربية والحاجات دي احنا اتشرحت كلها، بس احنا حبينا نراجع عليها كده مراجعة بسيطة. هنتكلم على كفاح المصريين ضد الاحتلال البريطاني. مصر تحت الاحتلال البريطاني، تعال نشوف سياسة الاحتلال البريطاني. انجلترا كانت بتعمل ايه في مصر؟ بالنسبة للحكم والإدارة، أصبحت السلطة الفعلية في يد مين بقى؟ المعتمد البريطاني وممثل الاحتلال البريطاني في مصر. انحصرت السلطة الشرعية اللي هي الخديوي في التصديق على القرارات، هو يمضي بس يوقع تمام على قرارات سلطة الاحتلال، يعني أنا موافق يمضي بس، ده هو كل اللي كان بيعمله. بالنسبة للجيش بقى، الجيش المصري بعد ما كان جيش جبار، جيش يعني كان بيهدد، ها بيهدد كل المصالح الدولية، أو كان بيهدد إنجلترا وكان بيهدد أوروبا كلها، أصبح عدد الجيش كام؟ حوالي 6000 جندي يتولى قيادته ضابط كمان انجليزي. طيب وتنحصر مهمته في اقرار الامن وحفظ النظام داخل الايه؟ داخل البلاد، ملوش دعوه بالحروب، ملوش دعوه باي حاجه. هنتكلم على الحياه النيابيه. الغاء مجلس النواب المنتخب عام 1881 وانشاء مجالس سوريه. يعني ايه سوريه؟ اعمل اجتماعات وقول قرارات زي ما انت عايز، بس شوف مين اللي هينفذ بقى، مفيش تنفيذ. ايه؟ مفيش تنفيذ. مجلس شورى القوانين والجمعيه العموميه، ثم الجمعيه ايه؟ التشريعيه. التشريعيه، قول اجتمع وقول قرارات واعمل زي ما انت عايز، بس شوف مين اللي هينفذ القرارات دي. تمام؟ الاقتصاد المصري في الفتره دي فرض سياسه اقتصاديه تخدم مصالح بريطانيا. ازاي بريطانيا كانت بتخدم مصالحها الاقتصاديه عن طريق مصر؟ اول حاجه التوسع في زراعه القطن. يا هم بيحبوا مصر للدرجه دي عشان كده توسعوا في زراعه القطن؟ لا، علشان توفير الماده الخام اللازمه للمصانع البريطانيه. ياخدوا القطن الماده الخام يودوه فين؟ بريطانيا. محاربه الصناعه المصريه. ازاي بقى محاربه الصناعه المصريه؟ ازاي يا مستر؟ تسويق المنتجات البريطانيه والاجنبيه في السوق المصري ايه؟ المصريه. تعليم، اهمال التعليم وجعلها بمصروفات مرتفعه وحصره على فئه قليله بهدف تخريج مجموعه من الموظفين للعمل في الادارات والمصالح الحكوميه. الفئه اللي هم عايزينها هي اللي هتتعلم، والفئه اللي هم عايزينها هي اللي هتتولى المصالح الحكوميه طب مصطفى كامل باعث الحركه الوطنيه، نتكلم عليه 1874-1908. تولى الزعيم مصطفى كامل قيادة الحركة الوطنية في أواخر القرن التاسع عشر بعد أن تمكن الاحتلال من إحكام قبضته على البلاد، يعني كانت ظروف صعبة جدا. تمام؟ وأشاعت روح اليأس في نفوس المواطنين، خلاص يعني عايز أقول لك وصل لمرحلة، المواطنين وصلوا لمرحلة إن هم شعروا إن استحالة هيتخلصوا من الاحتلال البريطاني. تمثلت تحركات مصطفى كامل في اتجاهين. داخليا كانت خطبه جوه البلاد، يعني كانت خطبه ومقالاته تحت تحث المصريين على التمسك بالوحده الوطنيه والاخلاص لمصر وتحارب الياس واحياء روح الكرامه في نفوسهم. تمام؟ المطالبه بالدستور باعتباره اداه الحكم لصالح مصر. تأسيس جريدة اللواء عام 1900، تأسيس الحزب الوطني عام 1907، إنشاء الجامعة المصرية عام 1908 اللي هي جامعة الترحالية. يعني عايز أقول لك إن مصطفى كامل بدأ إن هو يحرك المشاعر المصرية من جديد، وبدأ يحرك الوعي القومي من جديد، وبدأت الناس تخرج من حالة اليأس اللي هي كانت فيها، وبقى عندهم إيه؟ أمل في إن ممكن يتخلصوا من الاحتلال وترجع لهم دولتهم مرة تانية. وعلشان كده مصطفى كامل أسس جريدة اللواء، أسس الحزب الوطني الوطني، الجامعة المصرية اللي هي جامعة القاهرة حاليا، علشان طبعا الانتفاع بالتعليم، الانتفاع بالروح الوطنية، الانتفاع بالثقافة. ما انت مش هينفع ان انت تبقى بلد متحررة بدون دي عندك طبقة من المتعلمين المثقفين اللي هي هتقود الشعب ده. تمام؟ تعال بقى نشوف خارجيا. بدل ان هو بقى تعريف الرأي العام الأوروبي والقوى الدولية، وفي مقدمتها مين؟ ها؟ هو كان بيتسند على مين مصطفى كامل؟ على فرنسا. تمام؟ علشان يعرفهم حق مصر في الاستقلال ورد الاحتلال وسياسة الاعتماد على الدولة العثمانية باعتبارها صاحبة السيادة الشرعية على مصر.
لتساعده على الاستقلال وذلك. يعني كان بتساند على مين بقى مصر في الجبهه الخارجيه؟ ها، على في ايه؟ فرنسا والدوله العثمانيه. طب تعال نشوف هنا بقى في حادثه حصلت اللي هي استغلال حادثه دنشواي عام 1906 للتنديد بالاحتلال. يعني دي زودت من مساوئ الاحتلال البريطاني واستغلها مصطفى كامل للتنديد بالاحتلال دوت والمطالبه بحصول مصر على استقلالها، تمام، للتنديد بالاحتلال البريطاني وسياساته القمعيه مما ادى الى استقاله المعتمد البريطاني اللورد كرومر. بريطانيا عشان ترضي او تهدي الراي العام عملت ايه؟ اقالت المعتمد البريطاني. هو ده اللي عمل لكم المشاكل، هو ده السبب احنا نعزي ايه؟ نقيم. بس ما كانش هي دي المشكله، تمام. الدعوه الى رفض اتفاقيه الحكم الثنائي في السودان يناير 1899. تعال نشوف بقى الاتفاق الودي 1904. لسه قايل لك ايه مصر من شويه كان بيستند على مين؟ على فرنسا. تعال نشوف فرنسا عملت ايه؟ هل وافقت بوعدها معاه ولا ايه اللي حصل؟ ظل اعتماد مصطفى كامل في تحقيق الجلاء على القوى الخارجيه خاصه فايه؟ فرنسا، خاصه مين؟ فرنسا، الى ان تم توقيع الاتفاق الودي 1904 بين انجلترا وفرنسا. بمعنى تاني ان انجلترا لقيت مين اللي هي بقى بتهدد مصالحها؟ فرايه؟ فرنسا، فبدات تعمل معاها اتفاق. تعال نشوف هل الاتفاق دوت هيبقى مقنع لفرنسا ويخليها تتخلى عن القضيه المصريه ولا هتتمسك وهتفضل واقفه مع مصطفى كامل. تعال نشوف كده الاغراء كان شكله عامل ازاي. نص الاتفاق الودي على عدم معارضه فرنسا للاحتلال البريطاني لمصر، ها ركز، مقابل عدم معارضه بريطانيا لاحتلال فرنسا للمغرب. قسموا شمال افريقيا ده والوطن العربي ده او شمال افريقيا خصوصا زي التورتايه كده، كل واحد خد له ايه؟ حته عشان ما حدش يزعل. كانت اهم نتائجه تخلي فرنسا عن تأييدها لمصطفى ايه؟ كامل. وفاه مصطفى كامل، توفي الزعيم مصطفى كامل في 10 فبراير 1908. برجع مصر كده بس مصطفى كامل، رايك مع مصطفى كامل اهو، تمام؟ طيب، هنتكلم بقى على كفاح محمد فريد. تولى محمد فريد رئاسة الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل رفيقه في الكفاح، لكن كان في ظروف أصعب من اللي تولى فيها مصطفى كامل بسبب تحول الخديوي عباس حلمي الثاني عن مساندة الحركة الوطنية، وطبعا كان موالي الإنجليز، فكان دفاع محمد فريد ضد القوى الخارجية والقوى الداخلية تمام؟ ظل محمد فريد وجاد تحقيق الجلاء والدستور داخل مصر وخارجها. زي ما قلت لك ان هو كان في مصر الخديوي كان معارض للحركه الوطنيه وبريطانيا، يعني الاحتلال والحكم المصري كمان. طب تعال نشوف هنا، طالب بانشاء مجلس نيابي له سلطات واسعه، طالب بانشاء نقابات للعمال، دعا لانشاء مدارس الشعب الليليه لتعليم العمال والفقراء مجانا، دعا الى جعل التعليم الزاميا في المراحل الابتدائيه والمجاني. يبقى احنا قلنا ظل محمد فريد وجاد تحقيق الجلاء والدستور داخل مصر وخارجها، وقام بايه؟ طالب بانشاء مجالس نيابيه، كمان دعا لانشاء مدارس الشعب الليليه، دعا الى جعل التعليم الزاميا في المرحله الابتدائيه. هل نجح محمد فريد؟ هو نجح في ايه بقى؟ نجح محمد فريد في تأييد من الراي العام في اجبار الحكومه على دعوه مجلس، دعوه ايه؟ يتعمل مجلس شورى. القوانين، تمام، مجلس الشورى القانونيه والجمعيه العموميه لمناقشه طلب شركه قناه السويس، لان كان في طلب من شركه قناه السويس ان هي تمد الامتياز ثاني. فمحمد فريد نجح ان هو اجبار الحكومه على دعوه مجلس الشورى القوانين والجمعيه العموميه اللي هي المجالس السوريه ان هي ايه؟ تجتمع لمناقشه فكره ايه؟ امداد او انها تمد فرنسا امتداد امتياز قناه السويس السويس. طيب لانها كانت طالبه انها تمد امتياز قناه السويس 40 سنه كمان، هو كان 99 كانت عايزه كمان 40 سنه ايه؟ 40 سنه كمان، مما ادى الى رفض الحكومه المصريه طلب الشركه. وفاه محمد فريد، توفى محمد فريد في نوفمبر 1919. وبكده يا جماعه يبقى احنا اتكلمنا على الحركات من اول الثوره الاعرابيه، واتكلمنا على كفاح المصريين مصطفى كامل ومحمد فريد. ان شاء الله القاكم في حلقه اخرى من حلقات مادة التاريخ او الجغرافيا للصف الثالث الاعدادي.